ازاي تسترد حياتك بعد الطلاق؟ ازاي تستعيد ذاتك بعد الطلاق؟ روشتة التعافي ما بعد الطلاق. دي روشتة التعافي علشان تسترد حياتك بعد الطلاق في سباعية. سباعية اذا ما حاولتي انك تمشي فيها واحدة واحدة هتلاقي ان حياتك فعلا اتحسنت. فعلا هتلاقي ان قرارك حتى لو كان حصل غصب عنك وكنت مجبرة عليه هيبقى فيه النفع والمصلحة ليكي ولولادك لو كانوا موجودين. ازعلي وما تداريش. اعترفي وما تنكريش. صرحي وما تتكسفيش. واجهي وما تخافيش. كملي وما تتوقفيش. انجحي وما تبطليش. كرري التجربة وما تعمليش.